بيفضل سؤالك انت لما بتشتري الحاجات دي، يعني ده فايزة احمد ولا فايزة احمد؟ صح كده؟ السيدة فايزة احمد، استلمت من الاستاذ رمسيس نجيب مبلغ وقدره 50 جنيها مصريا عن تسجيل اغنية اسمر يا اسمراني، وصل امانة، وصل بيسموه ايه، وصل امانة اللي إيصال هو استلام، ايصال استلام. إيصال استلام نقدية. صار استلام. اسمر يا اسمراني بصوتي، وذلك صرت خاليه من كافه الحقوق من قبل الاستاذ رمسيس نجيب، مخالصه يعني، خلاص ده خلصت، خدت فلوسها 50 جنيه. لما بتشتري النهارده، اي حد هيسال الحاجات دي، انت بالنسبه لك هتكون مصيرها ايه؟ يعني انت بتشتري، بتارشف الحاجات، بتعيد ترتيبها، بتعيد بيعها. لا، انا الحاجات، ما يعني ده اهتمامي الشخصي وهوايه، هوايتك؟ وهي وسيله ان انا اعرف زي ما يعني الروح بتاع الفتره دي، الروح بتاعت مصر. يعني انا عايز اقول لك ان الحاجات دي قربتني جدا من المجتمع، من الناس، من البلد نفسها، من احساسي بالشوارع، بتاريخ المكان. حسستك بزمن انت ما عشتوش، بس ممكن يبقى يعني بتوديك للزمن ده وما تعرفش ترجع. ما انا فعلا يعني يعني تروح ما ما تعرفش برجعش. ترجع طبعا، لانه كل ما هتفتح كتاب، مجلة، ظرف فيه جواب، انت رايح في الزمن ده، والزمن ده بعيد يعني، مش قريب، بتتكلم في 100 سنة و120 سنة 80 سنة، فأزمنة بعيدة يعني. انت عارف طبعا ان الستات لعبوا دور مهم جدا في ثورة 1919، طبعا. وانه مدرسة الثانوية الثانوية طلعت الطالبات بتوعها، طلعوا تظاهروا، وانه وقتها تم الاعتداء على النساء ومات شهيدات في ثورة 19. انا عندي اعتقاد شخصي اول ما شفت الصورة دي ان الست دي ممكن تبقى من الشهداء دول، لانه الصورة حلوة، بس كمان المصور حط فيها احساسه وهو بيلونها، وفي كده الخلفية معمولة بشكل باللون الرمادي ده، الحبرة بتاعتها معمولة حلو، طبعا تلوين وشها هو عينيها. واضح انه انت شغلك الاساسي كمخرج وسيناريست بيخلي دايما اي حاجه بتمسكها انت بتحاول تعمل لها. تفضل هوايه اقتناس جزء من ايامنا الحلوه، جواب، صوره، برواز، كرسي، عشق السفر في زمن لم يعد معنا، والكل عاشق في الرحلة له سر.